نكمل الكليرينج ننقطع ذاك الفيديو. المهم الكليرينج هو عبارة عن مثل ما قلت لكم replacing the dehydrating fluid، انه ابدل الفلويد مال اللي استعملته بالديهايدريشن ويا الفلويد مال الكليرينج. هو راح يصير مثل الفاصل ما بين الديهايدريتنج فلويد، راح يكون بين يعني هو شو مثلا اقول لكم، هو 1 2 3، فبيناتهم الكليرينج هو عبارة عن بين الديهايدريشن وبين الامبيدنج ميديا، فراح يكون ممتزج بهاي المادة وممتزج بهاي المادة. فهمتوني شلون؟ زين، اكو عندي فد مثل الريكويرمنت للكليرينج ايجنت depends up on the following، انه شنو شلون اني اختار الكليرينج المناسب، او نقدر نقول مواصفات الكليرينج اللي راح اختاره او الريكويرمنت على حسب شنو، على حسب التايب اوف تيشو تو بي بروسيسد، يعني على نوع النسيج اللي اني راح ابدي بمعالجته، على نوع المعالج اللي راح اطبقها the type of processing to be undertaken، وعلى النظام المعالج اللي راح استخدمه the processor system to be used، و intending processing conditions such as temperature vacuum pressure، على الوسط اللي راح يتم بيه عملية ال processing with temperature ودرجة الحرارة والpressure اللي هو الضغط. زين safety factors اللي هي عوامل الأمان، cost والconvenience اللي هي التكلفة، ويكون ملائم هذا الكليرينج ايجنت اللي راح اخذه يعني سهل الاستخدام، سبيد ريموفال اوف ديهايدريتنج ايجنت، لازم هذا الكليرينج ايجنت اللي راح استعمله انه يسوي لي ريموفال بسرعه للديهايدريتنج ايجنت، ولازم ايز اوف ريموفال باي مولتن بارافين واكس، ومن حدير فوق المولتن بارافين واكس بسرعه يروح، ومينيمال تيشو دامج، ويسبب لي اذا سبب لي تلف للانسجه فيسبب لي مينيمال تيشو دامج، انه يسبب لي تلف يعني او نقدر نقول ضرر طفيف بالنسيج او السبيسمن اللي بدي استخدمه. هاي بالنسبه للكليرنج. يقول لي عندي تايبس اوف كليرنج ايجنتس، يعني انواع الكليرنج ايجنتس اللي هو الزايلين، التولين، كلوروفورم، البنزين، البروبيلين اوكسايد. هاي انواع الكليرنج ايجنتس اللي هي نقدر نقول المنظفات اللي دا انظف التشو من سائل الديهايدريتنج. اوكي زين، ابدي باخر خطوه اللي هي الامبيدنج. امبيدنج يعني شنو؟ اللي هي عمليه اللي راح اسوي التشو السبيسمن على شكل بلوكه مثل ما تشوفون بالصوره الواضحه. زين، افتر تشو هاف بين ديهايدريتد، بعد ما التشو سوينا بيها ديهايدريتد ونظفنا الديهايدريتد عن طريق الكلينج، اند بيفور وقبل ما اوديها الى الى الستيب مال السكشن، انه اقطعها سلايس فيري ثينلي، انه الى اقطعها الى السلايسات اللي انا رديتها شقد مثلا، راح تصير بمرحله الامبيدنج اللي هي راح اسوي they must be secured in a very hard solid block، لازم اسويها على شكل very hard solid block in such a way that the hardened material used to secure all parts of the biological tissue in place is transparent to the optical method used for viewing the finished samples. يعني شنو؟ يقول لي انه هذا التشو اللي اخذته بعد ما سويت له ديهايدريتنج، بعد ما سويت له كليرنج، راح احطه بقالب واصبه ببارافين واكس اللي هو اللي يكون مولتن، انتظره الى ان يصلب، راح يصير فيري هارد سوليد بلوك، بس انا عندي اكثر من نسيج دا اسوي له صلب، فلازم احطه بصوره واضحه فيوينج، اذا تشوفون مثل الصوره هاي اي راح يعني تبين لي شنو النسيج اللي انا مسوي له قالب، لان انا عندي عده انسجه لازم كل نسيج اشوفه او اسوي له ليبل مثلا، انه يكون اوبتيكال ميثود يوز فور فيوينج ذا فينيش سامبلز، ولازم انه هذا القالب يكون محتوي كل البيولوجيكال كل البارتات مال البيولوجيكال تشو، كل اجزاء النسيج يكون محاط به انه عمود يسبب له عمود يسوي له دعم له. زين، different types of embedding techniques and material are used depending on sample being prepared and other types of processing involved in preparing the part.
عندي العديد من انواع الامبيدنج، تكنيكات الامبيدنج والمواد اللي دا استعملها بالامبيدنج اللي هي البارافين على سبيل المثال، اون سامبل يعني تعتمد على السامبل اللي انا دا استخدمه. عندي ايضا انواع اخرى من البروسيسنج انه استخدمها بالبريبيرنج مال بارتيكولار سامبل اللي هو السامبل جزئي نقدر نقول. زين ان جنرال tissue samples are placed in molds together with liquid embedding material which is then hardened. يعني بصورة عامة أو بشكل عام هاي العينات اللي هي tissue samples أحطها بmold القوالب وبعدين أحط لها liquid embedding material اللي هي مثلاً المولتن paraffin wax وبعدين أنتظرها which is then hardened وبعدين حتصير صلبة يعني. زين the results of this stage in the preparation of histology slides تقدر تقول لك انه شنو النتيجه من هاي الخطوه. النتيجه من هاي الخطوه انه راح احصل على hardened block containing the original biological samples together with other substances used so far in the preparation process. راح يعني راح احتوي او راح النتيجه من هاي الخطوه اللي هي tissue processing انه راح احصل او نقدر نقول من الامبيدنج راح احصل على تشو موجود داخل قالب صلب ويحتوي على المواد الاخرى اللي هي من ربما بقت شوي من الديهايدريتنج او من الكليرنج وهالامور فان ذا بريبريشن بروسيس. نجي هسه يقول لي the properties of paraffin wax are improved for histological purposes by the inclusion of substance added alone or in a combination to the wax too. يعني يقول لي انه راح اجي اشوف خصائص البارافين واكس اللي راح اخذها انه انا سويت لها تحسين are improved لاغراض نسيجيه مثلا ضفت لها فد ماده معينه او ضفت لها عده فسويت فد combination من المواد ضفت لها للواكس بحيث تصير لي شنو بحيث تصير improved ريبونينج انه احسن مالتها انه مو بس اكمشها تنقطع او تتقطع بسرعه لا تكون قابله للاستطاله او يعني شلون مثلا مو سهله التقطيع اللي هي حسنت مالتها الامبروف ريبونينج انكريز هاردنس ازيد من مالتها الصلابه صار زياده بالصلابه اللي هو بالبارافين واكس تكون صلبه اني فيري هارد لازم تكون very hard block على مود section على حسب اللي أريده على very thin layer decrease melting point إنه أنا لازم أقلل من درجة انصهارها مو تنصهر بسرعة يعني هذا البارافين واكس. زين improve adhesion between specimen and wax هذا البارافين واكس راح أحسن مادة الالتصاق الادهيجن اللي هو بينه وبين specimen. عندي مو اني لازم التشو اللي حطيته لازم يكون يلتصق بالبارافين فهاي نوعية البارافين واكس انه لازم تكون very adhesion يعني كلش ملتصقة بالسبيسمن يعني مو مثل ما هاي الصورة الواضحة يمكن تبين لي. زين هذا بالنسبة للتشو بروسيسنج اللي هي الخطوة الثالثة.